شيخ أحمد، أنا صراحة اللي استشفيته من كلام الاستطلاع، كلام المواطنين، أن هناك نوع من التفاؤل يعني في طيات حديثهم بأنه نعم ممكن، لكن لا زال التخوف من ضغط الأحزاب ويعني ضغط المساومات وضغط هذه التوافقات التي حكمت المشهد العراقي. برأيك هل جاد فعلا مصطفى الكاظمي وسيسمح له بإجراء انتخابات مبكرة كما تعهد؟ لا، كثير من الكتل ما تريد انتخابات مبكرة. يعني هذا وعد لأول وعد وعاده مصطفى الكاظمي على هالكلام. لا، كثير من الكتل، يعني معروف الرصافي يقول القوم بالسر ليس القوم بالعلني. نعم. يعني هم كل إذا تلاحظ أنت في كل القنوات يطلعون ممثلين الكتل السياسية يتكلمون عن انتخابات مبكرة، بس 80% منهم غير صادقين. من شنو خايفين؟ يعني يعتبرون أنه انتخابات مبكرة يعني خسارة، ما معناه لي خايفين أنه خسارة 80% من الطبقة السياسية الموجودة، هذه اللي عايشت العراق بازدهار من 2003 إلى 2020. فيعتبرون انه مو من الانصاف انه الان هم يطلعون بعد كل هذا الازدهار اللي سووه للبلد، يعني يحتاجون انه النوب دورات جديده. فلذلك يقول لك لا، الانتخابات المبكره غير صحيح بهذا الظرف. هي المفروض الانتخابات الرسميه بالوضع الطبيعي 2022، يعني تكون بسنه 22. يعني زين، هذه مشكلة شيخ أحمد، يعني هذا أول وعد، أول خط عريض، أول طموحات الناس، أول مطالب التظاهرات اللي طلعت وكانت جزء من تغيير هذا الوضع، هذا يعني وكأنه انتهى، هذا العهد النقض اللي قدام. ايش راح يسوي مصطفى الكاظمي العد؟ يعني أنا أسألك بطريقة أخرى دكتور زيد، لو كنت أنت مثلا رئيس وزراء، الأفضل أنه تستعين بالشارع والشعب تخليهم هم سند لك، لو الأفضل بالكتل السياسية حتى وإن سووا عليك مؤامرة وحاولوا أنهم يقيلونك كشخص دكتور زيد؟ يعني الشعب أيه الأفضل يكون سند لك؟ الشعب مصدر السلطات والشعب مصدر الشرعية. بالضبط، لذلك أقول خلوه ينظر للسند أنه الشعب يعني شوف من قام في فترة بسيطة، فترة شهر واحد، استطاع من أنه يجبر، ترى مو الكتل اللي خلت رئيس الوزراء، الشعب اللي خلى رئيس الوزراء يقدم استقالة، رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. فأنا أقول تطلع أنت إذا كنت بإقالة أو استقالة، أيها الأفضل إذا بوجه أبيض أو حيشاك الواحد يطلع بوجه أسود، هذا في حالة إذا ما سمحوا لك أنه تعمل. أنت طالع نهاية المطاف، أنت راح تطلع يا أما عن طريق الشعب يا أما عن طريق كتل سياسية للأسف الشديد وصلت البلد لهذه المرحلة من الفوضى ولهذه المرحلة من عدم الأمن والانضباط ولكل شيء سلبي موجود الآن هم يتحملوا هاي الطبقة السياسية، يمكن بما فيهم المتكلم اللي هو جزء الآن من الطبقة السياسية. لكن المفروض عليه الآن الكاظمي ينظر لأخطاء سلفه ويشوف أنه الكتل السياسية ما قدرت تقف معه. أريد أتحاور دكتور؟ واضح وياك شيخ أحمد. يعني أنت الآن جاي توصي مصطفى الكاظمي باوع على اللي سبقك وشنو صار مصيره، فبالتالي امشي ويا الشعب حتى تقدر تكمل. بالضبط، انت في كل الاحوال يعني الصعوبه جايتك في كل الاحوال، صعوبه شارع وصعوبه كتل سياسيه تريد مقانم، لكن انت اعمل كرئيس وزراء الشعب حتى وإن باكر قلت لك تآمرت كل الطبقة السياسية يعني ككتل سياسية وحاولوا يقيلونك بحجج والله لم تقدم للشارع شيء، فأنت الشارع عرف ما هي نواياك، عرف أنه أنت معاهم، خل تقيلك هاي الكتل السياسية. المهم أنت حصلت رضا رب العالمين وحصلت رضا شارع
ناقم على طبقة سياسية بالكامل. طيب. فلذلك عليه أن لا يتبع الخطوات السلبية اللي اتبعها سلفه.